السلام عليكم، دايرين لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحة؟ نتمنى لكم تكونوا على خير. المهم راه ما نصورش لكم هنا في السوق محالش، حيت صورت البوق نادر عاوتاني جينا نضربو دورة، حيت وصلنا حدا قلنا نضربو دورة. المهم دابا غير نصور، انا غناخد غير شي غرض ونمشي، يعني ما نصورش لكم. نقدر نصور لكم شي لقطة نقدر لا. المهم بقاو معايا اليوم، شنو غندير اليوم؟ يوم الحد نشوف روتين ديال الحد شنو كاين اليوم. يلا وقفوا معايا حتى يقول القطرة صف الشاش مع الزاجة من مرح دينو الميكا مع الميكا ولا السريعة ولا شوف يزدر خلا شوف شنو وغير جعل انطرار في محالو في دارو بلا انطرقة بلا مسمار أنا باش ميكو بايكو ما بايكو غبرة بايكو شاشة بايكو لك يقضيها الحشرات الحشرات الطائرة والزاحفة اللي عنده الفارس فهاد الشمة من يا الفارس هادي الشمة الفارس كيكرم على ثلاثة ميتو ليه عنده شي طومبا بحال هادي هما الله ليه عنده شي طومبا غنينا ولا دقيقة الشمة من اللي كتشمى الفارس الطومبا كتموت في البلاصة سياتي كسل وماذا كتمشي الدم وكتسرح العرو لي دارو عيان ولي ركابي عيانين لي عندو الكسيمة ولي عندو الحكة ولي عندو السيبانة شكون لك يحب برميلة برميلة ديال الماء ضاني ديال الماء الكرة السريعة الكرة السريعة الكرة السريعة لي عندو الحراس ولي شما ملكي شما الحراس شي هاد اللوبيا راه بلديه راه تجي زوينه هي احسن من ديال كندا والكولومبيا المهم راه خديت شويه منها نقول لكم الطريقه ديالها دوزنا بوجوه دوزنا في الاذاعه برحمه الله هضر في اللوبيا الله هضر لي على اللوبيا هضر لي على اللوبيا اللوبيا هي 300 البيصره 160 العدس 180 الحمص 140 ولكن هذا الشيء بلدي احسن من بلدي احسن من روما الزيتون الى 260 بلدي جاي من واحد وزان صافي أيونس هاد الدري راه قرا معاك هاد السيد هو عمار عبد الرحيم يضل ضحك عليا هو قال لي راه قرا معايا يونس ولد عمك ومسكين راه قال لك البركه في راسك وجيت عندهم الله وازرك ولد عمي البركه في راسك طيب تحطوا الصبر وفي الخير ولا لا هو في طنجه ما بقيتش يشوف سيدي عمار لا في طنجه ولا في طنجه واش عقلتي عليه ها هو ما يعقلش شرفت عندها شي همشه ديال الدجاج عندنا بعض ديال الغبعه عندها شي جرد الله يرحم والديهم كطيع عندنا بوت عبد الواحد ديال الجرده اللي باغي يداوي الليمون اللي باغي يداوي الخوخه اللي باغي يداوي الغبعه الله يرحم والديهم كيحارب هذيك الجراثيم ديال التبان ديال الكتيبه ومده ديال الشهر ديال الزمن وصبيحهم ومجميع اللي بدا ما عرفش يشيد وما خدمش Oh,
الا ما صورتش لكم الغدا حيت غدينا هنايا جينا سيدي على التازي ما عرفناش البروغرام كيدوزناه ودابا مشينا عندو غادي هنا نيس سيدي على التازي نعزي واحد الناس كان توفى لهم واحد الوليد صغير ومسكين الله يستر بك سيده ودابا هذاك الساب باش نمشي نعزيهم المهم بقاو معنا حتى نكمل المهم البنات دخلت للدار ما صورتش لكم من قلت لكم مشيت لهذوك الناس نعسيهم مشيت نعسيهم حيت شي 3 شهور ما مشيناش كنت مشينا من نهار اللي مات هذاك الوليد مسكين الله يرحمه مات صغير عنده عامين ومات بالكسيده وعرسي و شنو نقول لك الله يصبر المهم توب لان انا قبيله والله الا اثر فيا كانت تمشيو عندهم تتلعب معاهم بنتي تتلعب معاه سيريتاج دخلوا تتقلب عرسي راه ترجتني بكي وما قد ديش ما قداش نبكي قدام الناس حشومه نفكرهم وداك الشيء المهم مشينا عزيناهم جينا معطلين شويه مع تدرنا عندهم كاسكروت وجينا صافي ساعه تنهضر المهم دابا ما غنبقاش نصور لكم اغلبيه دابا راه ما عندي دابا روتينات ديال الدار حيت دابا تابعاني ان شاء الله الولاده مبقى لي والو خصني دابا السيمانه نشوف الطبيب ديالي حيت يحدد لي امتى تكون عندي الولاده حيت عندي الولاده بعمليه قيصريه حيت نولد بعمليه قيصريه لان عندي مشكل حيت كنت فوت ولدي ولاده طبيعيه ولكن راه 33 يوم ما تنوضش هذاك الشيء علاش بنتي تنولدها دابا بالتب بعمليه قيصريه وتاد الوليد ان شاء الله بعمليه قيصريه المهم دعيو معايا المهم دابا نبقى ندير لكم الروتينات ديال الدار غنتابعني هاد السيمانه ان شاء الله نخمم الكوزينه ونوريكم كوزينتي حيت ما تنصور لكم الشيء اللي مديره شي ما نقول لكم شرا مع المرض وداك الشيء تنجمع اللي قديت عليه والله العظيم حيت انا راه ما عارفينش واخا حامل وهاد الشيء تنخرج ويبقى بنادم يكتب لك شي تعليق وما شافش هذاك الشيء التمار نصوره باش نديرو اليوتيوب انا راه عندي الراس الوليد الراس الفوق ورجلي لتحت راه ما تقدرش نخطوي وتنصور كل خرب بنادم تيهضر المهم دابا باقا ندير واحد الفيديو على واحد السيده هضرات سيده ولا سيد على واحد التعليق درته المهم ما نهضرش عليه دابا حيت التعليق على الفيديو ديال العرس العرس ولد اختي جات مع مو تعملو فين ورغم ذلك انني كنت عوال على العرس ومشيت ليه ساعه المهم هذاك خلي هذاك الفيديو بوحدو دابا نهضر عليه انا الحنه ديال 7 شهور باقي ما درتهاش كنت نديرها فهاديك السيمانه ما تعمو صابره ولكن الحزن في القلب المهم دابا نهضر دابا نهضر الموضوع نديرو ان شاء الله على اللي هضرات هذيك السيده ولا السيد ورا جاوبتها وباقا نجاوبها المهم انتما انا مشيت للسوق راه ما كنتش ناويه نمشي للسوق مشيت عندي واحد الشغل قديته وخديت منه شوي شي لعيبات نوريهم كضحكوا عليا المهم داكشي بلدي تنبغي حاجه بلديه وصافي المهم انتما نقول لكم شنو خديت ومن بعد غنكمل الفيديو ديالي هنايا المهم تابوناو عندي نبقى نقولها ديما تابوناو عندي فلاشين عملوا لي جيم المهم بارطاجيو الله يعطيكم الصحه بارطاجيو لعائلتكم وتنشكركم ومع السلامه نقول لكم بعدا شنو خديت يلاه تهلا ونوريكم مع السلامه شنو خديت من السوق ضحكوا عليا خديت الحمص خديتها كيلو حيت انا ديما تنمشي ليه المهم خديت كيلو الحمص اللوبيا ما عجبتنيش زوينه فخوا السوق مع مشيت مع الطلاق خديت نص كيلو اللوبيا دابا نشارك معكم واحد اللوبيا بلا بصله بلا مطيشه هاد مطيشه تحك تجي بوعره هادي اللوبيا بلديه تجي زوينه ما تتمعس ماشي بحال ديال كندا هاد الروميه تجي تطيب اللوبيا دغيا تطيب لك وتجي محلوله والقشره وداكشي هادي تطيب ما نقولكمش دابا نشارك معكم اللوبيا هذا الفول نوفل تيبغيه شريت ليها نص كيلو حيت دغيا تيرومد وضحكوا عليا شنو مداني مداني نوري لبنتي نعطيها باش نعطيها تمشي عليا شوف بنتي شنو شريت لها ولديك لا شريت لها حلوه ديال بكري ديالنا حنا ديال زمان خديتها لها باش هي تنوريهم
داكشي ديال بكري، فنبغي نحاول نوريهم هذاك الشيء. شو انا شنو خديت؟ تحكوا عليا خديت هذه، هذه ما عرفتش يقول لها ما عرفتش يقول لها ما نسيت عليها حاره، مشات لي سميتها وضحكوا عليا. شاريه الحمص، راه شاده التليفون بيد ويد تنوريك حمص ديال السوق. كانت نتفكر جدي الله يرحمه وجدي الله يرحمه كانوا تيجيبونا الحمص ديال السوق، تيجي ما هو قاصح ما هو رطب والو، شي شويه الحمص ها هو. ايوا المهم هذه المشتريات ديال السوق. يلا تهلاو ليا فراسكم، يلا وشكرا ومع السلامه. شكرا.